الشجاع من يلعب سياسة باحتراف ويتحالف مع الجميع. ايش تقصد ابو احمد؟ انا اقول لكم شخصيا، يجب ان نستغل الاعلام ونلعب سياسة. مصالح استغل المسؤولين عن طريق الهجوم الاعلامي. ايش حقه؟ من اجل التكسب المادي. ايش حقه؟ لتنفيذ اجنداتهم. ايش حقه؟ الملايين والمناقصات في حساباتهم. ايش حقه؟ حقه تحافظ على كراسي المسؤولين وعلى مدى سنوات طويله. كانوا للاسف الارجوزات وعبيد المال واصحاب الكراسي الفساد تدافع عنهم. من اللي دافع عنهم؟ وسائل الاعلام المسيسه الماجوره. حق شنو؟ حتى لا تكشف فضائحهم، وحتى يستفيد ملاك هذه الوسائل الإعلامية من خيرات الفاسدين. فإذا خالف هذا المسؤول أو هذا الوزير قواعد سياسات أهل النفوذ يصبح حرامي، وبالأصل هو حرامي وهم حرامية، دافعوا عنهم لمدة سنوات، وينطبق عليهم عزيزي كلكم لصوص، ويجب أن يعاقب الجميع. لذلك لازم نتكلم بكل أمانة، نحن افتقدنا الرؤية الإعلامية الصحيحة، تركنا المتأسلمين يفرضون سياساتهم وأجنداتهم الخارجية علينا في تخريب فكر عيالنا، فتم استغلال أموالنا في أعمال التطرف وإنشاء مؤسسات مالية تخدم المتطرفين المتأسلمين وعلى رأسهم الإخوان المسلمين وحزب الله الإيراني. وأيضا قامت الصحف التجارية تدافع عن مصالح تجار السياسة، تزرع الفتن، تدعي أنها تحمي المال العام وهي في الأصل من تسرق المال العام، ولم يكتب لها في التاريخ أنها دافعت عن مصالح الفقراء. للأسف الرؤية الإعلامية في هذا البلد غير موجودة، وتركت للغرباء والفيلة أن تلعب وتنشر الفتن وتسرق ولا يحاسبها القانون، لأن الفيلة كبرت وصارت أعمام تدوس على القانون باسم قانون الكبر، وتستغل الإعلام لصالحها بدعم من بعض النواب والنواب السابقين والمسؤولين السابقين الذين خانوا قسمهم وأصبحوا تابعين لأهل المصالح. ويمكن اليوم لأي جروب بالتواصل الاجتماعي له مصالح أن يدعم صاحب حساب في تويتر أو إنستغرام بمعلومات ويدس فيها السم بالعسل حتى يتحقق من ذلك مصلحة الجروب وأهل الجروب وأهل المصالح. وبعد هذه السنوات من استغلال الإعلام عرفنا واكتشفنا فجأة أنه لا توجد رؤية إعلامية في البلد، كما لا يوجد لنا رؤية في التنمية إلا بدأنا نتحرك في السنوات الأخيرة. أتساءل وأنا أسأل، شلون تركنا أقوى سلاح في العالم هو سلاح الإعلام لغيرنا ينفذ سياسات أهل الجروب والمصالح؟ لماذا؟ ليش الدولة ما تتبنى أن تضع لها رؤية إعلامية، تنشئ صحف قومية كما في مصر وترسم رؤية إعلامية صالحة مع إنشاء مؤسسات إعلامية ضخمة خاصة تحافظ على مصالح الكويت وتكشف الفاسدين؟ لأن الإعلام إما أن ينقل حقيقة أو ينقل الكذب أو يثير الفتن بالبلاد، والإعلام أعزائي المشاهدين يبني دول ويهدم دول، والإعلام أصبح سلاح للدفاع عن مصالح الدول. للأسف أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من ضمن الوسائل الإعلامية الخطيرة التي استغلها المتطرفين واستغلوها الإخوان المسلمين في قيادة مسيرة الجهلاء في هذا الوطن، وذلك من أجل خطف البلد وتحقيق الأجندات الخارجية. يعني نقول إعلامنا كان مختطف والكل شاهد كيف استغل الإخوان بتمويل أمريكي من خلال التواصل الاجتماعي في خلق الفوضى بالبلاد العربية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك أنشأت غرف للتواصل الاجتماعي تطبخ الأفكار الهدامة والخطط والتطرف من أجل تحقيق الخراب والدمار لأفكار شبابنا والإساءة المخلصين. وقوة داعش هو في قوة التواصل الاجتماعي ودعمها إعلاميا من خلال التويتر خلال التويتر وخلال اليوتيوب. أنا أتساءل وين الإعلام الكويتي الحقيقي؟ في السابق سمعوها مني أعزائي المشاهدين، في السابق كان يدير الإعلام وكان هناك رؤية أيام الله يرحمه الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه، وهو سبق زمنه بفكرة.
حافظ على الهوية الكويتية. كان تلفزيون الكويت تنتج أجمل المسلسلات الكويتية التي تعبر عن الواقع المحلي والسياسي بالبلد من خلال مسلسل الأقدار ودرب الزلق. الشيخ يابر العلي رحمة الله عليه دعم الروائيين والكتاب الكويتيين ودعم الثقافة والفن الشعبي، ساهم في توثيق التاريخ الكويتي، أنشأ المسارح الكويتية الأهلية. كنا نشاهد وما زلنا حتى الآن نشاهد المسرحيات الكويتية القديمة، كانت جميلة، كنا نرى الكوميديا الحقيقية، كنا نرى الدعم الدائم للمسرح الكويتي وإنشاء الصحف والمجلات، وعلى رأسها مجلة العربي أيضا كان له السبق الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه في دعم الفنانين الكويتيين وتكريمهم. أما اليوم أنا أسألكم أعزائي المشاهدين، وين الفنانين الكويتيين؟ وينهم من الساحة؟ ما حد يدعمهم، لكن للأسف نرى من يدعم الممثلات العربي، الممثلات المغربيات، تونسيات، إيرانيات، عراقيات من جميع أنحاء العالم، ونشوف من بعضهم للأسف أنها يزرعون فينا فن هابط، روايات سخيفة. أصبح المجتمع الكويتي يصورون على أن فاسق لا يوجد فيه إلا الرذيلة من خلال ممثلين غير كويتيين هواهم مش كويتي، لا يعرفون طبيعة المجتمع الكويتي المتدين المحافظ. المصيبة نرى إعلاميين ومذيعين في السنوات الأخيرة يلبسون القطرة والعقال ويتكلمون بالشأن الكويتي وهم بالحقيقة غير كويتيين، يهاجمون الكويت والحكومة والنواب ويسيئون للبلد ويقولون احنا كويتيين، والحقيقة أنهم يتم تأجيرهم من أجل أن يكونوا كويتيين، من أجل أن يكونوا أبواق لأصحاب القنوات الإعلامية. وين الدعم الحقيقي يا وزارة الإعلام للإعلاميين الكويتيين؟ أما الصحف فحدث ولا حرج، كل من يغني على ليلاه. أما أصحاب التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي المشهورين ما هم إلا موجهين لتنفيذ أجندات أهل المصالح. وقبل الختام، معظم الوسائل الإعلام الأجنبية على رأسهم الإعلام الأمريكي والقنوات الإعلامية تمتلكها شركات كبرى وشركات إسرائيلية، والسينما الأمريكية تنفذ الأجندة اليهودية. اليهود أذكية، سيطر على المال والإعلام تصبح أنت الأول في العالم. ما أود أن أقوله، الإعلام الكويتي أصبح بلا رؤية وبلا قائد، فهذا واقعنا المرير. فهل نرى اهتمام من الدولة في الإعلام؟ وأنا أتساءل، وسؤال بريء صغير، من يقود الإعلام في الكويت؟ الإجابة عندكم. ادعوا الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال. أعزائي المشاهدين.